هلا مرحبا بمشاهدنا على السحاب ببرنامج اعلام ومشاهير، حياكم من المجتمع كل الرواق صدق فحال للمتعم وعد والفرح بمحياكم. هلا مرحبا بمشاهدنا على السحاب ببرنامج اعلام ومشاهير، حياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في برنامج أعلام ومشاهير الذي نستضيف فيه نخبة من نجوم الشعر ونجوم الإنشاد ونجوم السوشيال ميديا ونجوم الرياضة ورجال الأعمال. ضيوفي وضيوفكم لهذه الحلقة نجوم أثروا الساحة الأدبية والخليجية. ضيفي وضيفكم الأول لهذه الحلقة الشاعر المعروف محمد بن ذيب ابن الشايب. مرحبا يا ابو ذيب. تبقى يا ابو نايف، الله يبقيك طول عمرك، يوفقنا وياكم الله بيضوجيكم على استقبالنا في القناه وجعلكم الوجود على كل حال. انت تستحق ذلك، تستحق الظهور وانت شاعر جزل. الله يطول عمرك، جعل راسك حي، الله يطول عمرك، تستاهل طيب. ضيفي وضيفكم لهذه الحلقه نجم السوشيال ميديا ادهام بن رشيد ال سعد القحطاني. مرحبا يا ابو رشيد. تبقى يا ابو نايف، تبقى وتحيا، جعل ربي يطول عماركم وشرفونا باستضافتكم لنا في هذا البرنامج، اسال الله يوفقنا وياك. وياك. ضيفنا الثالث المنشد النجم صوت الجرو عايض بن سعد الجروي. مرحبا يا ابو عايض، ترحب المطر. الله يبقيك ويطول عمرك يا ابو نايف، والله انا شرف كبير لي ظهوري على قناه الساحه، وتشرف بك وبضيوفك الكرام. الله يشرف مقدارك، وحنا نشكركم ونثني عليكم لتلبيتكم الدعوة. الله يطول عمرك. نعرف انكم نجوم والنجوم دائما الحصول على فرصتهم قليلة، فلكن لبيت الدعوة هذا كرم منكم. الله يحييك طول عمرك. نبي الظاهر السن متقارب وانتم كلكم نجوم، لكن محمد قال لا رجعت ولي لا لا حي ابو ذيب لبيت حاج. الحين كالعاده نبدا مع الشاعر، وانا ادري ان ابو رشيد شاعر وابو عايض عنده بعد لمسات شعريه ما دام انه منشد في عالم الانشاد، فاكيد انه بعد عنده، لكن حنا حضر الماء بطل الخيمه. اي هذا هو. حنا نبي نسمع منك يا ابو ذيب، اول شيء بعطيك سؤال يعني الشعر. زين. هالحين كثروا الشعر، فلان شاعر فلان شاعر فلان شاعر. هالحين لما نجاب له الواحد بيتين ولا ثلاثة خلاص يصبح شاعر ويقال الشاعر فلان الشاعر فلان، ولا وش متى ينطق على الشخص انه شاعر؟ وصل مرحلة شاعر. والله الشاعر يطلق عليه شاعر، طبعا ما يطلق على نفسه بنفسه، المتلقي اللي من برا هو اللي يطلق عليه. طبعا يفرض وجود الشخص او الشاعر بالذات شعره اللي يقدمه، يعني اذا صار عنده شيء يقدمه يطلق عليه شاعر. نعم، يعني حسب المادة اللي هو بيقدم للساحة الأدبية. أكيد نعم، بشكل واجد بعد. طيب هالحين يطلع أن الشاعر شاعر أبو فلان اللي ما أدري وين، والشاعر كذا، يعني ألقاب حتى مخيفة، بعضها سلع أسلحة نارية وبعضها ما أدري. الشعر الحين على ما قالوا هوي ما قالوا الشاعر، الموت لا قال ألقاب. الألقاب ذي. ولا قبل فلانية. حنا بنتطرق الألقاب في مجريات الحلقة، لكن نبي نسمع منك ذا الحين يا أبو ذيب. أبشر تسلم. يقول ما يوسع خاطري غير نسناس الهبوب، وما يضيق خاطري غير قد قد تجلطة، أدري أن الأرض فيها الخلق الله دروب، أدري أن غياب دابل عرم ما هو بطا، أدري أن ماذا بخيل مقدر ومحسوب، ما يقارن بشيخ على الفزعة شطا. الله الله، وانت يا مداح من شافت عيونك كذوب، مدحتك تنقاس باللي يجي لك من عطا، من سبايا مدحتك في كبيرين الجنوب ما لقوا عقدارهم لاخبارهم ستره وغطا. من سبايا مدحتك في كبيرين الجنوب ما لقوا عقدارهم لاخبارهم ستره وغطا، مدحتك بغيرها لها من كبار الذنوب يا منافقة المدايح، ترى هذه خطا. الله الله الله، صح الله يبيض وجهك ابو وجه الحاضرين والمشاهدين. ابو رشيد أربكت الساحة الأدبية، شعر وكوميديا. شكراً لك. طول عمرك. وعمرك. حدثنا يا أبو رشيد. وإياكم من المقبولين عند آمين. الله وخلقه. أنت إن شاء الله من الحوات الغانم المقبولين. يا رب. نعم. فحدثنا عن
أول مقطع نزلته وحسيت أنك بتخش عالم النجومية أو عالم الكوميديا والشعر؟ والله أول شيء صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. من طرف أول مقطع وإني بدخل في الشهرة ولا كذا، تعرف اللي جات خبط لزق. جاء خبط لزق أول ما به كان في الواتساب جروب بيني وبين أخوياي، وأصور لهم وأسولف لهم ومرة حشادين بالبل ولا بعض الحين إني ما كنت متواجد معهم دايم، وطلع البرنامج هذا وقال لي يا أبو رشيد حمله أسهل لك من الواتساب، تنزل يومياتك في 24 ساعة تروح. كان الانستغرام موجود ذيك الأيام لكن ما عطيته بال، لا ما هو بعلن لأنه مكشوف للناس، ما كنت أعلم، أبي لأخوياي بس فقط. وحط حمد سناب وقوم أصور لهم، وبعض الأحيان والله على الحرام حتى أني أسب بعضهم وأجيب كلام ما هو بيطلع. ما توقعت أنه بيأخذ صدى؟ ما توقعت. روحت وخدت لي على مقاله مدة يوم، جيت وشوف أنا وياهم قلت يا رب أنا في ناس يدخلون علي خاص ويسولفون معي ما هم بنتهم. قالوا كيف؟ قلت أنا يأتيني عرب من هنا يسولفون معي ما أعرف. يأخذ واحد منهم جوالي قال يا ولد أنت تابعك حول 3000. حال أول يوم 3000 من الصدمة أخذت لي يومين ما صورت سناب. ما تقبلتها، بغيت أحد سناب. تقعد لا والله على ما تأقلمت وأنت شر لي مقطع أنا والله لا دريت به والله العظيم من ذاك اليوم ليوم كذا. مقطع اللي هو حق الشغالة فكنا بعد بتعوضون حق شوي. صحيح. تقولون في مقاطعكم ماسكين على. صحيح. عسى الله يخرجنا منكم. لا هو بالعكس أنت من الشباب اللي عندهم تحفظ في بعض الأمور. يعني ما تنزل شيء هادف، وهذا هو المطلوب اصلا. هذا هو شيء لاني بعلى ما قالوا ازكي نفسي ولا، لكن انت قد ظهرت قدام الناس ويتابعونك رجال. نعم لك جمهور ولك محبين وشرف عظيم. يتابعونك اطفال ويتابعونك حريم وتابعون بعض الامور عيب على الرجال انه يجيها ولا يتقربها ولا. انا ماني بقول اني اطيب واحد، لكن نبي يا رب احد يسمعني من المشاهير اللي بعض المقاطع والله ما تتجمل. صح فعلا. اول حاجه الاغاني يا اخوي، انت يلا تشيل حمل نفسك وذنوب نفسك تشغل اغاني يسمعها عندك 400,000 ولا 500,000 ولا مليون. نعم فعلا اخوي مقطع ذا بيقعد لين تموت. هو ذكرهم بالله والصلاه، حثهم على العلم الطيب، وانت خلي اللي بينك وبين الله. نعم صح. خليك خلف الشاشه اللي انت، لكن قدام الناس ظهر مظهر حسن. لا اولها اجر دنيا واخره كلها. نعم هذا هي. بالعكس انا تابعت مقاطعك يا ابو رشيد للأمانة كلها جميلة. شرف اللي وجع. نعم كلها يعني ما فيها شيء يعني مخل بالأداب وزي كذا، لكن بعض النجوم للأسف فيهم عليهم ثغرات يستحب أنها ما تكون موجودة أصلا. ما دام الشخص وصل إلى العدد، أنت يمكن عندك فوق 500,000 متابع في السناب، يعني فهذا شيء طيب، والجمهور ترى نعمة. الحمد لله. نعمة من الله إذا استخدم في الحدين. نعم صحيح. والله أنا ذو حدين. نعم صدقت. أبو سعد، أشتهر اسمك بين النجوم، نجوم الإنشاد. نبي أول شلة افتحت لك الأفاق ودخول عالم الإنشاد. يا رب. أول شيء يمسي عليكم بالخير المتابعين. مرحبا. الشلات والله بديت فيها يمكن لي الحين 5 سنوات. أول شلة في مناسبة كلموني فيها وشلتها، بعدين مثل ما قلت انطلقنا في ذا العالم، وعسى الله يجملنا وياك. أنت مجمل يا أبو سعد. وصلنا المرحلة اللي نبيها، لكن لا بد من سار على الدرب وصل. طيب عندك شلة وطنية؟ الله لأن الشاعر دائما أبدأ على طول معه، والمنشد كذلك على طول حار بحار. عندي الله عندي شلة سمو الأمير محمد بن نايف. استاهل ولاة الأمور والوطن يستاهلون كل خير. حقهم علينا. نعم. لك اللي صرت العالم قاعد قايد، صرت للتاريخ مصدر لولوية، موقفك من هيبة عزومك محايد، في دار خصام وعزومك قوية. اللي قتلك في سما الهيبة قلايد، يا العظيم اللي بواقفك جلية، انت من حط عالم بالدار سايد، في ظلال الله وفي سنة نبية. وانت للعدوان مثل السم بايد، وانت للإرهاب شا
الشلف نصير مية وللفتن واهل الفتن نار الوقايد بالسياسة والمهارات الابية فرقك عامر ووقفتك عوايد راهي بالعزم والكفة الددية من نواب الدار واعلم بالحشايد نفذ بنود الديار الاجنبية ضربة من يدك تعطيها الوكايد ليني العم من تسبب في مجية انت حر مخلبة صايد وفايد دام على شواهق العليا من ينوشه مخلبك ما لا شرايد نظرتك رمز الشموخ الفاصلية اشهد انك شبل وانك خير قايد يا ولد رجل بقلبك راه حيا انت ابوك اللي حكت عنها الجرايد قايد ما ينجب التاريخ زيه جعل مسكانه بجنات برايد في نعيم الخلد وجنان الهنية اشهد النايف معالج يا لكايد والعوام يا له الجال الحمية في ولي العهد عهد الخير زايد جعلي يبطي حي ويا مهمدية صح لسانك وصح صوتك صح الله أبدانك نستاذنكم ضيوفنا الكرام فاصل ونواصل أعزائي المشاهدين فاصل ونواصل مرحبا أعزائي المشاهدين عدنا وإياكم لإتمام هذه الحلقة شاعرنا أبو ذيب أنت من الأسماء الرنانة في الساحة الشعبية والخليجية نبي طال عمرك قصيدة من اختيارك وإذا أبو رشيد له شيء من الطلبات لا عندي طلبة لا عليك نبي يا شبيه البرق يا شبيه البرق يقول يا شبيه البرق في خيالنا مغيم ويا نسيم الناس انت غير النسائم يا مطر واسمن على الفيضة همديم يا سباريت مهريمية ترايم يا سراجيف الذلول اللي محيم ويا معزة نفس محتاجنا وشايم يا غرام ان تكسر التيمة المتيم يا عيون اللي كفخر الجو حايم ويا وقار اللي على اشدادها مشيم شايب ما يلبس عقارة العمايم انتبه لي كل ما جيتك وقيم رجيتي وانا من مواجهك صايم تدري نحبك على الخفاق خيم مخيم أكبر من خيام العزايم مخيم أكبر من خيام العزايم لا تجي في الوصلة بوصالك كريم وان جدك من مكبرت الولايم والله نحبك على قلبي تليم لين صرت أضحك على عادل أولايم لا تخليني معك مثل يتيم وأنا من قومني فجون الخرائم كفو صح لسانك مبدع مبدع أبو ذيب أول أمرك أبو نايف أبو رشيد نبي موقف حصل لك طريف بعد الشهرة أو ما توقعته وحصل لك أو جيت لك موقع على ما حد بعارفك هذا من أول على مقال أول بداية شهرتي كان على مقال واحد داخل مجال الشهرة كل شيء عنده على مقال مفتوح صور بعض الأحيان في الليل آخر الليل أول الليل ويصور ما عنده تقيد في الوقت ما عنده تقيد في شيء وجيت دي قلت على لحيت الغال ما شرواكم شرواك طيب له مركز مو به الدولة وكل ما عرف بي على الرجال قال معروف هذا سفير وهذا مستشار وهذا قنصل الوكات كل ما عرف بي على الرجال قال معروف 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 يجي تاخر المجلس وانا اتكي سلم على الربع عود واجلس لا والله يوم جاء عندي ردة فعل شيبان كلهم ولهم مكانتهم فأحيانا اصور اخر الليل اول الليل فيني لابس روان مشخص ماني مشخص اللي وعقبها صار عندك تقييد صار عندي تقييد هذه نعمه نعمه بالعكس هذه 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 تحفزك على انك انك ما تطرح اي شيء الا كل جوده ولا اهداف ساميه والحمد لله ونشكره والله ما لقينا منها لك العلم الطيب اولها معرفه طريق ونشامه لشر السامع وشر شرك الطيب طبيعي ولا جيت لك في ديره ولا والله قدامك مطرق ان شاء الله ولا جيت لك في دائره حكوميه ولا به مطرق ان شاء الله شروك الطيب معك خلص امورك الحمد لله ونشكر اسال الله يجعلنا عند حسن فوق حسن ظنه امين امين نبي بيتين يا ابو رشيد انت شاعر على والله خشم عليه الشحم ولا قصيده هل هيك قصيده اي واطلبها من يطلب من يطلب مضبوط يعني واحده بواحده نعم أقول ضايق صدري وصدري من أول ما يضيقه مش ينضيق الصدر للصدر الوسيع
أتحمل شيء كايد وصدري ما يطيق الليالي حملتني ما لا أستطيع العمر توه وباقي على نصف الطريق ودي أرضي نفسي وكل خلق الله جميع كم ربحت وكم خسرت بزماني من صديق التجارب علمتني وخلتني لك رافق الطيب وكبر ذي ما هو رفيق لو تمزل بالحكي لازم يحكيها يضيع والمدايح في ضعيف الروابع ما تليق امدح اللي لو وقف اجعل العاصية يطيع وفي النهاية الله انك تشرح الصدر الغليق الله انك ترحم الحال يا الحي السميع الله صح لسانك صح لسانك والله يا ابو رشيد مبدع شعرا وكوميديا انا داري انا متابع انا متابع متابع هو يا ربي طول عمرك شرف لي والله يا ابو الله يشرف مقدارك اعزائي المشاهدين نستأذنكم نشوف لأبو رشيد بعض المقتطفات الله يستر منكم صباح الخير انا حبوش حاكم طيبين راكم في ظهر الرحول والله بدأت ولاني اول مره تركب اصلا وغير ادور الابراج عشان يجي عندي 3G وراسلكم في الانستغرام وشوفوا شعلومكم وشوفوا شعلومي ووو يا 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 اول ما جاتنا الشغاله حطت امي بالصاله 10 ريال خف علينا يا كنن تبي تشوف الشغاله تسرقها ولا جيت انا وسرقتها وطرد الشغاله السلام عليكم عليكم السلام شو حاض يا زلمه انا من النجف من النجف الاشرف انا محدثكم من البصره الله لا يحييك الله لا يبقيك المراجل ما تبي مكسور خاطر لا تقول ابشر وجهك ما يبشر كن وجهك عقب عذرك وجه فاطر فاطر نعية تموت ولا تعشر تعال خلص الجزر الجزر عاده راقد ان الله خلاني على كيف يعني حرام تشوفوه مقلب مقطع الموسم ادعوا ربي يا الله يا رب عاده راقد يا ربي يا الله تجعل عاده راقد يا ربي ما بعد صحة ان كان ما بعد صحة على حرام تشوفوه مقلب ان الله حين يحياكم ابو ناصر تكفى يا ابو ناصر ريتك برا رزقك برا تكفى يا ابو ناصر رزقك برا يا ابو ناصر انا قلت وش هذا اظهر اللي في بطني من اعضاء قلت من عميتي قول قول ادب يا نهار ريتي قد تفتش بطني صدقوني الربع من كثر صور الشيوخ في الجوال هاليومين انه ما عاد يشحن لين لبسه بشت الربع اللي كل ما نزل في مقطع في سناب شات ولا في انستغرام قال يا ولد اخواني الصغار يتابعونك ولا عندك الان صغار يتابعونك ونزل مقاطع زينه ولا شيء وانا فاتح السناب والانستغرام لحضانه اللي كانت واخوانك خليهم يشيلون الاضافه الله يرحم والديك وريحني انا عجزان من عمري انا والله خايف من حاجه واحده انهم يشوفون معي موكب يقول يوم اشتهر صار مغرور والعد قام يمشي لموكب وما ادري ايش هذا والله انا خايف منه وما انت وضع الا اقول الا شكرا لك ايتها الدوله شكرا شكرا اللي تحافظين ارحب ارحب انستغرام مش حالكم طيبين وعصريه ممتعه للجميع ولا حد انسانه من صالح دعاه الله يوفقكم ويسعدكم واكثروا من الصلاه على النبي اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلوا على شفيعكم يوم القيامه اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذه اللي حببت الناس فيك ابو شير انك كل ما نزلت مقاطع ذكرتهم بالله مبدع للامانه مبدع يا رب يطول عمرك منشدنا شم طلع نبي نسمع منك شله بعنواني اهل الذائر كلمات الشاعر راجح بن عبد الله يقول ونعم وداي انا والشاعر ونعم كوب يا هلا داير رد وداير امسك وريمكم قبل تبلاني لا تخلونه كلكم دانه لا يميل على نغصين الباني خلت انا برقه بس ما زرقه وح برقه يدويسك بالابداني شفت انا زيني شفت ما نعترب ولا جاني جيت انا حوله ابغي اطوله وقبل عن شعور القلب بساني شوفها يا ابري من بهم جدري والمصيبه عيونه تبقى
خلق بياني عينها حورة دايرة دورها بلد في دور لي ما تلقاني طولها هايل ردبها مايل والجدايل ما تمسك هن لبتاني مبسم صغير والوجه نايل والصدر ما تقول إلا انه رماني قلت وش اسمك واستر جسمك قالت اظهر لك عمري وبالعاني وان بغيت اسمي فاكسم على اسمي واخذي قسمك وتلقى قسمي الثاني جدي الثاني الحق الباني حط لي شيب في راسي وعناني ليتني منهم واعتزي عنهم لكن الفرق في جده وجداني ابكى منطوقه يعجبك سوقه وانا ربي لذاك السوق وداني ثم تودعنا قالت منعنا لا تقطع وخذ رقمي يا قحطاني وهيا في الشيبه راكب الجيبه وركب الزين في بترول نساني قال وساده تعرف بلاده قلت غربه من دياري والاوطاني من 100 كيلو لا 100 كيلو وتبين على عمران خلاني الله يا قاها كان بلقاها واشفع العين من شافتها من داني الله يا قاها كان بلقاها واشفع العين من شافتها من داني يا الله سلام صح صوتك ابو سعد والله صح صح شاركوا الجميع بنطلع فاصل ونواصل اعزائي المشاهدين فاصل ونواصل مرحبا اعزائي المشاهدين عدنا واياكم لاتمام هذه الحلقه ابو ذيب لبيك لبيت حاج نبي نسالك طال عمرك عن انجح خصوص الشلات نعم هل هي القصيده الوطنيه او الغزليه أو الرثاء أو المدح والسؤال كذلك بيرجع للمنشد طبعا أكيد طبعا أكيد بكل تأكيد الوطنية ما فيها كلام هي الأنجح هي الأنجح يعني بشكل عام يعني لها طالعة من القلب خصوصا من الشاعر والمنشد نعم من الشاعر والمنشد لا الدارجة أنا أقصد الدارجة خلي يعني كهدف سامي بلا شكل وطنية والله شوف الحماسي بشكل عام هو درج يعني قصدك يعني على النطاق العام الحماسي بشكل عام سواء مدح سواء في مدح شخص مدح ابل مدح ابن مزاين او يعني قبيله مدح الحماسي بشكل عام لا بس انا عندي تحفظ هذا وجهه نظركم مقبوله وانت يا ابو رشيد كأنجح كأنجح وانتشار عندها معلم غزل وطني مدح وش خلي الشاعر الطبل لقاع لقاع في الشلة أنا أغلبكم تعرفون في شلة زهم يزهمون في موضوع وحولت إلى حفلة الزهم معروف إن الحنة يكون هادي وطلبة نوع نخبة والله نص الشعب اللي يشغلها ما يدري وش كلماتها ما غير يلعب على ذا الشلة هو ما سمع كلمات وعلى اللحن عجيب وانت ابو سعد شو تشوفه انا اشوف كانتشار انتشار القصيده الغزليه الغزليه هي اكثر انتشار وقبول عند الناس لان المدح بيكون خاص الشخص ولا القبيله كلهم يحبونه بس الغزليه تنتشر في نطاق اكبر يعني كل شخص مر عليه الحب يشغل او تذكر احد لا بس انها يعني ما تصير محتكره على اسم شخص ولا على اسم قبيله مضبوط كل ما كانت يعني كل ما كانت لا مثل عندك المدح يخص شخص معين واحد لا بس انه اذا كان الشخص باسم الشخص يعني ما راح يسمعها الا ممكن الشخص ربع الشخص ذولا لكن لو صار المدح عام كل واحد يشغل اذا كانت القصيده مدح اللي بيظهرها اداء المنشد وكلمات الشاعر اذا الكلمات قويه والمنشد يعني اعطاها حقها هذه تنتشر حتى لو انها في قبيله معينه ولا في شخص معين. ومثل ما قال ابو رشيد الايقاع له دور. نعم دور كبير انا, نعم. أنا اقول انا عندك انت. نعم فعلا. انت المنشدين وتحدى الشعر. اذا المنشد اتقنها صح
فأكيد أنها بتنتشر. يعني إذا اجتمع كلمة وإيقاع ولحن بتضرب العمل بيضرب الساحة. أنا قلت أن المصانع هتكسر الدنيا. الله أكبر. فيه الدواوين أصدرت. الله الله أصدرت لي ديوان بس إنه خاص. ما يعتبر يعني الشيخ بطي بن حويد آل جرو استاهل من هذا المنبر استاهل وإن شاء الله في ديوان قادم بإذن الله. أبو ذيب بيت حاج المناسبات المناسبات الخاصة حضور الشاعر اللي مثل شخصكم الكريم وصل إلى مكانه من النجومية هل تخدمه الحضور خدمة الحفلات الخاصة ما هي بالمهرجانات؟ الله هو نايف الخدمة أنك لا عزم كشخص أما ابن عم ولا معرفة ولا أكبر خدمة أنك حضورك في محفلة تشريف محل نعم وأكبر طال عمرك كرامة منك له. لكن على العموم المناسبة الخاصة والمناسبة العامة الشخص اللي عنده شيء يقدمه بيثبت حضوره سواء في الخاصة ولا في العامة. بس المستمع المستمع مو بكل الناس مستمعين يعني انك اذا استمع لك الحفلات الخاصة حقت الزوايات انا اشوف الناس ما هم وهذا مشكلة معظم الشعار كلهم يحضرون ساحة مثل ما قلت يا ابو ذيب ولا انت الاخوان لا تصر ولا ما تخدمه حتى حضوره. شوف ابو نايف ويحرج له زهم واسمه هو ما يبي يشارك لكن اجبر كساحة وتقدير ولا حصل المكان اللي هو يبي اصلا. شوف ابو نايف بعلمك انت لو فكرت فيها بالمقياس الصحيح انك كل مناسبة كم بيجي عندك مناسبة الشخص بتعزم على كم مناسبة يعني بتطلع مرة مرتين ثلاث مرات اربع مرات حتى الشخص اللي بيتابعك او كذا بيمل من وجودك وبعدين انت ما انت على ما قال كل اوقاتك فاضي تحضر مناسبة او كذا ممكن من الجانب ذا يخلي اكثر الناس يتغيب من المناسبات الخاصة خاصة بالذات الشعراء يعني. لكن والله ان احيانا الواحد ينحرج كلمة لاحترام ويحضر تقدير وصح تقدير نعم. طيب يا ابو ذيب قصيدة صلحت القصيدة وتوقعت ان ما هي بناجحة وضربت اكتسحت صاروا الناس يرددون ابيات منها حصل عندك الموقف ذا؟ والله حصل ليش لا حصل عندي وعند غيري لكن لو انها ما فيها افكار ابداع وقصيده يطلق عليها قصيده ما ضربت عند الناس تضرب يمكن عند فئه معينه سن معين لكن لا صارت لمست شعور الناس نعم لكن لو صارت القصيده قويه وقصيده يطلق عليها قصيده تحصل تحصل وحصلت عندي وعند غيري وخصم ذات الشارع طول عمرك يا ابو سعد الله يطول عمرك استاهل. طيب في اوقات الحين في ناس يقول لا انا اذا جيت بسوي القصيده انا اسالك بصفة انك تعدت المراحل هذه كلها لكن ربما مر عليك يقول اذا جيت بسوي قصيده لازم اني اطلع لي في راس جبل ولا في طيس وش الحل ذا؟ والله حله هذا ما له حل طيب في وقت انت عندك الكتاب بصفة انك مرتبط وشغال فيه اوقات معينه بعلمك بالنسبة للكلام اللي تقول أبو نايف الشعراء اللي يقول لازم يطلع في مشراف ولا يطلع في لا واحد يقول في راس جبل في راس جبل أنت شوف رجم طويل ما تأخذ لا طلع في راس الجبل لا نسمع من قطع وشلون بيطلع قصيدة هذه كل شاعر لكن الشعر ما هو خرابيط الناس الواجد اللي يقولك الشعر جن وخرابي هذه كلها مو شعر هاجس وشعر أفكار وثقافة ما له أي أساس بالارتباطات لكن تعرف الناس يصنعون من شيء إلى شيء لكن كل هذه أنا لا أؤمن بها ولا أصدقها نهائيا ولا كلها ما لها الجو يساعد لأنك مبدع يا ابو ذيب طول عمرك الله يطول عمرك الله يطول عمرك يا ابو رشيد لبيت حاج هل الحين عندك في الكوميديا يعني شهادتنا فيك مجروحة أثبت وجودك عندك توجهات مستقبلا يعني تخش برامج مثل كوميديا تمثيل ما دام انك اجتزت العائق وابدعت في نفس الوقت والله ما عندي شيء من القرار هذه كلها الاول هبل اولاته
الشهرة اللي جات على ما قالوا مثل ما قد شرحت سابقا لا اللي فيها مقصد لو اللي فيها مقصد كان أرسم على هاش لكن جات الله ولا اللي بشاء الله في حاجة تبي أمثل ولا أطلع في برامج ولا شيء أتوقع مرة لأن هي هواية وفكرة والواحد له الحرية والاختيار صادق أنا قد عرض علي برامج قبل إني أقدمها ولا أسوي بها منها برامج مقالب مضبوط ورفضتها طيب والدعاية والإعلام كيفك معه؟ الدعاية والإعلام والله ما أنا أشوفك مقل علما أنك والله أنا أحرج والله أني ما أعلن إلا شخص أعرفه ومنحرج منه وأكثر المتابعين يحبوني هذا ربي كثر من بيع وهذا يتعلم لي وبعضهم يجيني واتساب والله حرجه بعضهم حتى يقول كم تبي أنا ما يبغى أشتغل عندك كم أبي والله ما لي في حاجات من فضل الله نحن نشكر الله يغنينا عنها و... آمين عن لا بس أنا أتوقع أنا حاجة يعني روتينية يعني ما فيها شيء لأن كل بو النجوم أصبح هذا المنبر مدخل للرزق صادق يعني يجيك مثل شركة مؤسسة تجارة صادق اعلن له كذا كذا بمبلغ وقدر كذا كذا هذا فهم. لكن متابع تابعك ما تابعك بي صحيح انت موقع حرج ولا موقع لا بس عاد بعلى كل شخصك وحبك انت المتابع من محبه تابعك فله برد الرزق اللي بيجيبه الله لك يعني بالعكس ما هو على انه بيرد الرزق ولا كذا بس انه على ما تحط سنابك كل حرج هذه غنم من البيت وهذا بعيري وهذا موترن ضايع وهذا مثل ويش يمكن في متابعين يحتاجون العروض والله ودي اخذهم بعيون لو يضربون يمكن احط لهم حساب ثاني وبوكل اعطيها اي واحد وبحطه حرج والله وافي يا ابو رشيد جعل ربي يطول عمره وافي هو اللي خلاني اسالك لاني انا تابعت حساباتك ما شفت فيها يعني مثل النجوم الاخرين ينزلون تسويق مثل الشركه كذا والشركه كذا وهي فيها فائده فيها فائده من شركات كبار من شركه نعم. ماجد العود والعربيه العود شركات كبار كلهم نستلم حساب شهر وكذا نعطيك مبلغ وقدر وشرط انك ما تصور اعلانات يشترطون جوال وانا حر في نعم في جوال التصرفات فعلا ابو ذيب نبي نسمع منك قصيده من اختيارك انت مبدع والمبدع ما عليه طول عمرك على كل حال يا ابو ابو رشيد عنده قصايد حافظ في قصيده في قصيده جعلها اشتباه مبدع اول من اول قصايده اللي هي نعلمنا بسالفتها والقصيده اشرحها لنا قصيده نحتاج يوم يوم نفسه نحتاج يوم نفسه شطر غرد به واجد وصار فيها اشتباه طبعا قصيدة مطي اللي يقول فيها نحتاج يوم ويوم نفزع نحتاج ونفوسنا من فضل ربي عزيزة لضيع الفزع مهرج وهراج فزعتنا فينا من الله غريزة جعلنا رب السماوات مخراج حتى ولو ظروفنا مستعيزة نبني بيوت العز في جنب هداج ونقنا من بكار المدايح عزيزة ما بين جرح الوقت وظروف الأحراج لنا عرس المراجع الركيزة الله سلامتك صحة 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 ذاك مبدع مبدع صحة ذاك طول عمرك منشدنا نبي نسمع منك طال عمرك الشلة وتوقع أنها الأخيرة أمشي بس أنت كلك دائما إبداع متجدد جعل ربي طول عمرك عمر هذه من كلمات ابن عفتان الرشيد اليامي نعم ومن أدائي وأداء أخوي زايد آل مخلص تشرفت بأخوي زايد آل مخلص نعم أستاذ أمير لأنا ما وأصحابي وأنا ما وهل الدار يطري علي من كل صوب حبيبي كم ليلة كنا نسولف وزمار كان العهد من بيننا ما يغيب كان العهد من بيننا ما يغيب
شي من كل صاب حبيبي كم ليلة كنا نسولف وسما كان العهد من بيننا ما يغيبي واليوم خلاني على وهج النار وجروح قلبي ما نواهج طيبي يا ما تبادلنا الحكاية بالأمرار من دون كذب ودون زغر وربي ويا ما علشانه تحملت الأخطار وزعل العالم بعيد وقريبي يا تجي رهم سوادي فالدار يبقى معي بالعمر حتى مشيبي يا الله يا من شل سحايب بالأمطار تجعل مطر هذا قداره صبيبي يا من يجيب العلم ويجيب الأخبار يبشر بمطلوبه ولو هو صعيبي غلاه موجود ولو صار ما صار وظن فيهم طيب ما يخيبي أنا أشهد إن الوقت يا ناس غدر مر فرح وبرار نسمع نحيبي أنا أشهد إن الوقت يا ناس غدر مر فرح وبرار نسمع نحيبي الله الله صح لسانك وصوتك أبدعت أبدعت يا رب يطول عمرك سامع تتوقع الإنشاد بيستمر في توهجه في الساحة الأدبية؟ نقول إن شاء الله الإنشاد جاب الدين طويل العمر الأغاني حارب الأغاني إيه نعم أو شجع وحل محلها عند أغلبية الناس فنقول إن شاء الله يستمروا في ذلك الإبداع إيش رأيك أبو ذيب؟ والله أبو نايف كلام الشلات هل هي بتستمر في توهجها في الساحة الأدبية؟ والله على كثرتها لها الحين يعني هو في ذروتها يعني في قمتها ان شاء الله يعني بتبقى توقع والله البقى لله سبحانه وتعالى كل شيء لكن من الله سبحانه وتعالى لكن احنا نسعى الحين من اساسيات الحفل المناسبات الزواجات يعني حطوا من اغلب الاساسيات اللي تقوم الحفل الشلة احنا نقول احنا نتوقع يعني فيما توقعت انا يعني فيما بعد الناس بيملون بيصير الحفل بدون شلات وش بيجي بديل ما ادري البديل الاول اللي قبل يمكن 10 سنين ما كان في شلات محاوره الله ربما الحين شعار المحاوره الحين متضررين شعار المحاوره متضررين بصفه عشان شلات اكثر الناس الحين كل الحفله لو تجي الحين كل حفلة لو تجي أكثر من 60% شباب صحيح شباب الله يرحمهم يسكنون الجنة راح الله يعني المتذوقين الشعر القديم عاد فيها راح المحاورة خاص هذا الحين حتى لحظات الحفل اللي فيه شباب ولو كل منهم ماسكين جواله يرقب الدور متى يجي عشان يشغل شنطة هذا اللي حاصل هذا اللي حاصل نعم فعلا أبو ذيب لبيت حاجة هالحين بصفتك من الشعراء المبدعين نجوم الله يطول عمرك يا ابو لو عندك قصيده سواء اجتماعي اللي هي واحببت ان يشلها احد المنشدين من يشبع ذائقتك بادائه وانت بتسلمها القصيده غير ابو سعد صراحه ابو سعد من المبدعين ابو سعد مبدع الامانه بس غيره عشان ما يصير فيها يعني نبي اسمي ابو سعد والله ابو نايف سؤال محري ها شيء احتفظ بها رايي احتفظ بها نفسي وكل الموجودين ان شاء الله مبدعين وبالذات ان شاء الله توفيق من الله سبحانه وتعالى انت يا ابو ذيب ترى عنده قصيده في المجدي انت يا ابو ذيب شاعر ذكي اقول هو شاعر ذكي لكن نبي قصيده في المجدي ان شاء الله انها مدح ماني والله بحاول والله ما يحاول دبل ماسك والله ما يحاول يا ابو نايف ما تحاول لكن والله ما يحاول طيب يا ابو رشيد لو عندك قصيده نفس سؤال ابو ذيب قصيدتك جاهزه بس في خاطرك ما انت معطيها لفلان دون يعني كابداع او يطرب ذائقتك وذائقه المستمعين والله ما غير قصورهم في المنشدين كلهم والله تنزيل لكن فيها منشد ما يحتاج مسيطر على الساحه محمد النجم يستاهل محمد النجم غير قصور من المجدي كل في حقه انت انسان صريح ما عندك على طول ما في تحفظ اكثر جهد يبذله هو الشاعر او المنشد السؤال للجميع
لك ابو سعد. هو سعد انا والله اشوف انه الشاعر اكثر جهد، الشاعر المبدع هو اللي هو ذي. وش رايك؟ والله هو نايف بعد هم يعني اللي يتعب الشاعر والمنشد كلهم مرتبطين ببعض وكلهم كملوا بعض. طبعا انا الشاعر يتعب والمنشد يتعب واذا ما تعبوا كلهم ما يروحون ديره. لازم المنشد يتعب على اللحن ولازم الشاعر يتعب على القصيده. يعني كلهم متساوي الكفه؟ والله كلهم متساوي اذا صاروا مبدعين كلهم فكلهم طبعا بيتعبوا. انت يا ابو رشيد ايش رايك؟ والله ابو رشيد عرف عنه ما يعرف المجامله على طول ما عنده. الشاعر ما هو تعبان بالقصيده. المنشد المبدع هو اللي بيتعب على اللحن ولا المنشد العادي لا يخم له لحن يركب على القصيده. لا بس انت ما تشوف ان الشاعر ذا الحين عطى صارت فكره يمكن خلاله يمكن بعض الشعر يمكن ياخذ شهر وبعضهم ياخذ نص ساعه. الشاعر المبدع يتعب اللي بالذات قصيدته ما به تعب تعب ذهنيا. هالحين المنشد شوف ابو سعد يمكن مر بالحال يعني المنشد يتصيد للحن ضبط معه اللحن بسم الله جاء عند المايك وشله يبقى تعب بدني. المنشد اللي يتعب هو اللي يروح ويمشي يتعب عمره حتى المنشدين ضدك بعد. ما انا اقول مو انا ضدي انا اعطيت وجهه امري. المنشد المبدع هو اللي يتعب طيب اكثر من الشاعر. طيب يرقى المشراف يطلع في راس الجبال الشاعر اللي يرقى المشراف. احنا لبيت الدعوه الحقيقه ودنا المجال يتسع اكثر من كذا لكن الوقت ضيق وخذانا ساعه زمن وإن شاء الله نوعدكم في حلقات قادمة وفي برامج أخرى لأن نجوميتكم ومكانتكم عندنا. الله يطول عمرك يا أبو. فحنا نبي كلمة منك يا أبو سعد نهاية البرنامج. طال عمرك. العفو. وتشرفت الليل بتواجدي معك وأشكر قنوات الساحة على هذه الأعمال الطيبة اللي ما تستغرب منها وأشكر إخواني المنشدين وشكر خاص لأخوي دهامة برشي. استاهل. يا رب يطول عمركم. كلمة يا أبو ديب. كلمة أبو نايف أول شيء أشكرك أنت شخصيا وبيض الله وجهك على استضافة ودعوتنا. أشكر قناة الساحة وجاء ربي يوفقكم إن شاء الله ومن توفيق إلى توفيق وجاء ربي يحفظكم إن شاء الله. كلمة يا نجم أبو رشيد المبدع. أول شيء الحمد لله على كل حال. الحمد لله على من الأمان وعلى الأمن اللي حنا فيه والحياة اللي حنا فيها. الحمد لله نشكر الحمد لله. نشكر خادم الحرمين الشريفين الله يرده إن شاء الله سالم. آمين. نشكر ولي العهد والنائب الثاني. آمين حفظهم الله. ونشكركم يا قناة الساحة والطاقم الفني ونشكرك والله يا أبو نايف بيض الله وجهك على ذا على البرنامج الطيب والمقام الطيب ولا يستغرب منك ومسي على متابعينا من هذا المنبر بالخير. يعطيكم العافية جميع وحنا اللي تشرفنا بوجودكم. الله يشرف المقدار. ومرحبا ومسهلا بكم جميعا. الله يبقيكم طول عمرك. أعزائي المشاهدين إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بمشاهدينا على الساحة ببرنامج أعلام ومشاهير حياكم من المجتمع كل الرواق صدق فاحة للمتع موعد والفرح في محياكم. هلا مرحبا بمشاهدينا على الساحة ببرنامج أعلام ومشاهير حياكم.